بسم الله الرحمن الرحيم. مادة مبادئ التحليل الآلي، الجزء الأول للمحاضرة الأولى. تقسم الكيمياء التحليلية إلى رقم واحد، كيمياء تحليلية كمية. أي بمعنى لما نقول كيمياء تحليلية، أنا بقوم تحليل اللي هو العناصر في السائل اللي احنا قاعدين نخضع، أو السائل الذي يخضع لعملية التحليل، سواء كان له عينات بيولوجية أو إلى غير ذلك. لما نقول كيمياء تحليلية كمية، اللي هو معناها النتيجة بتاعتي هنا حتكون هو بالنمبر، حتكون بالنمبر أو تكون نتيجة رقمية، وخاصة إحنا لما نتعامل مع العينات البيولوجية، اللي هي لما نقول عينات بيولوجية أي عينات تم الحصول عليها من اللي هو الإنسان، كعينات الدم وسائل النخاع الشوكي، عينات البول والبراز إلى آخره. وبالتالي هنا لما نقول كمية، النتيجة حتكون عندي نمبر، حتكون عندي بالرقم، لأنه جسم الإنسان كله أرقام، كله أرقام، يعني بمعنى إنه نسبة السكر عندها يعني قدر معدل معين، اللي هي مثلا من 70 إلى 120. لو جينا مثلا الكوليسترول، النسبة الطبيعية بتاعته لا تتجاوز 200، وهكذا. أي لما نقول كمية تحليلية كمية، معناها النتيجة عندي حتكون اللي هو الرقم. وكمية تحليلية وصفية، هنا احنا بالنسبة لنا في مجال اللي هو المختبرات الطبية، بنسمي اللي هو اللي هي النتيجة بتاعتي في الآخر بتكون هو نوصفها بك يا بوزيتيف يا نيجاتيف، أوكي؟ يعني الشيء هذا موجود أو شيء غير موجود. مثلا لو أنا بندير اختبار الحمل مثلا، فأنا قاعد هنا بنبحث عن اللي هو هرمون الـ HCG أو الهرمون الحمل. فبالاختبارات اللي هي المصلية أو الاختبارات اللي هو السيرولوجي، هنا بنقول اللي هو كيف نوصفها؟ نوصفها بنقول بوزيتيف، إذا كان بوزيتيف معناها هذه العينة فعلا تحتوي على هرمون الـ HCG وتعتبر هذه السيدة حامل، أو النتيجة بتاعتي حتكون نيجاتيف أو سلبية، ومعنى ذلك ان هذه العينة لا تحتوي على هرمون اس تي جي، وبالتالي تكون السيدة هذه ما غير حامل. رقم ثلاثة، كيمياء تحليلية تقليدية، هذه لا تستخدم الأجهزة عادة ويطلق عليها اللي هو كيمياء المحلية. وكيمياء تحليلية حديثة أو آلية، وهي التي تعتمد على استخدام الأجهزة بشكل أساسي، وهذا ما يتم تطبيقه عندنا احنا في مجال اللي هو المختبرات الطبية، واللي هي الكيمياء التحليلية الحديثة. وطبعا احنا الكلام هذا بندرسه في مادة الكيمياء السريرية، اللي هي تعتبر فرع من فروع اللي هو علم الكيمياء التحليلية، اللي بتعتمد على استخدام الأجهزة اللي هو الطبية. نحن نعم في هذه الكورس نحن بصدد هو دراسة اللي هو التحاليل يتم اللي هو باستخدام الأجهزة، سواء كانت كمي أو كان اللي هو وصفي. تقسيم الطرق الكيميائية التحليلية تقسم إلى الطرق الطيفية، نعم اللي هو تعتمد على اللي هو امتصاص الضوء، امتصاص الضوء أثناء عبوره عبر اللي هو العينات بتاعتنا، كما في جهاز اللي هو الفوتوميتر والسبكتروفوتوميتر، عن طريق الطرق التي تعتمد على الفصل الكيميائي والطرق الكهربائية. تقسم الطرق الطيفية إلى قسمين، الطرق الطيفية الذرية التي تعتمد على الذرات، وهناك طرق طيفية جزيئية تعتمد على الجزيئات. نجي للأشياء الكهرومغناطيسية وخصائصها. احنا طبعا حيكون في البداية أول محاضرتين اللي هو استعراض عام عن اللي هو مبادئ التحليل الآلي، ومن بعد ذلك من المحاضرة الثالثة إن شاء الله رايحين اللي هو نبدأ في اللي هو دراسة الأجهزة الآلية أو التحليل الآلي باستخدام الأجهزة اللي هي الأكثر شيوعا والأكثر استخداما في مختبراتنا الطبية. الأشعة الكهرومغناطيسية وخصائصها، الأشعة الكهرومغناطيسية تتفاوت في الطاقة بتاعتها أو تختلف من الطاقة بتاعتها بشكل كبير. في عندنا نوع من الأشعة بنسميه اللي هو أشعة جاما، وطبعا هذه استخدامها عادة أكثر شيوعا استخدامها في عمليات التعقيم لقدرتها الهائلة على قتل الكائنات أو الميكرو أورجانيزم اللي موجودة في الأطعمة،
تحفظها من عملية اللي هو الفساد والتحلل. عندنا أيضا اللي هو أشعة إكس اللي هي نستخدمها في أقسام الأشعة، وخاصة اللي هو الأشعة التشخيصية، إلا أن هذه الأشعة تعتبر شديدة الخطورة، ويجب الحذر الشديد أثناء التعامل مع هذه الأشعة من لبس اللي هو الزي الواقي والخاص باللي هو فني أقسام الأشعة. وهناك بعض الأجهزة اللي بتتم اللي هو تكون معاهم اللي من خلالها يتم التعرف على كمية الأشعة اللي تعرضت لها أجسامهم. نعم، هناك أشعة أخرى اللي تسمى الأشعة فوق البنفسجية، أو نعم الألترا فايولت، وتسبب أيضا العديد من الأمراض، منها سرطانات الجلد والواد، تهتك أنسجة العين في حال النظر إليها بشكل مباشر لفترات طويلة. عندي أيضا اللي هو الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية، أيضا تشكل هذه الأشعة فوق البنفسجية جزء صغير من طيف الأشعة اللي هو الكهرومغناطيسية، وهذا ما يميزها طبعا. كما يعتبر أيضا اللي هو الضوء المرئي اللي هو معتدل الطاقة، اللي ما لهش أي تأثير سلبي على الإنسان في حال أنه تعرض لفترة طويلة، بل يعتبر اللي هو ضروري للحياة من الاكتساب من خلال اللي هو يكتسب اللي هو فيتامين د والكالسيوم، وخاصة من الضوء أو أثناء التعرض للي هو أشعة الشمس بشكل مباشر. عندنا اللي هو الأشعة تحت الحمراء اللي تعتبر أقل طاقة، أقل في الطاقة بشكل ملحوظ، تليها اللي هو أشعة اللي هو المايكروويف وموجات اللي هو الراديو التي تميز به اللي هو طاقتها القليلة للغاية. خصائص الأشعة الكهرومغناطيسية، طبعا تتميز هذه الأشعة بعدة خصائص، منها اللي هو هناك نظريتان توضحان خصائص تلك الأشعة. الأول نظرية بنسميها اللي هو النظرية الموجبة الموجية التقليدية، النظرية الموجية التقليدية، وفيها يتم النظر إلى الأشعة الكهرومغناطيسية على اعتبار أنها موجات جيبية، بحيث يكون فيها المجال المغناطيسي كما هو واضح في اللي هو الشكل الأسفل، يكون اللي هو المجال المغناطيسي أو اللي هو الماجنتيك فيلد كما هو واضح في الشكل، متعامد على المجال الكهربائي اللي هو الإلكتريك فيلد. وللتبسيط يمكن النظر إلى تلك الأمواج على أنها موجات جيبية كهربائية فقط، إذ أن انتقال الإلكترونات تكافؤ إنما يتم عبر التداخل للمتجه الكهربي في الموجة مع الإلكترونات. تتصف الموجة بعدة مميزات وخصائص، منها الطول الموجي والتردد والسعة وغير ذلك. لو جينا لتعريف الطول الموجي، هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين على الموجة، أو بمعنى أوسع من ممكن نقول أن الطول الموجي هو المسافة بين نقطتين متتاليتين متكافئتين على الموجة، ويرمز لها بالطول الموجي بالرمز اللي هو دلتا. التردد هو عدد الموجات التي تعبر نقطة معينة في الفراغ في الثانية الواحدة، ويستخدم الوحدة اللي هي هيرتز على اللي هو سكند. نجي اللي هو البيريود أو اللي هو الزمن. البيريود هو الزمن بالثانية التي تستغرق موجة واحدة لعبور نقطة معينة في اللي هو الفراغ. ونجي لتعريف السعة، هي أقصى طول للمتجه الكهربائي للموجة. ظاهرة انحناء الضوء، يطلق مصطلح انحناء الضوء على ظاهرة انحناء الضوء عند خروجه من فتحة ضيقة جدا ولا يمكن ملاحظته إذا كانت الفتحة واسعة، حيث يخرج الضوء متوازي كما دخل كما هو موضح بالشكل. من الممكن ملاحظة ذلك في حالة اللي هو وجود مصدر للضوء، صندوق مغلق يحتوي على فتحة ضيقة جدا
فمن خلال النظر إلى تلك الفتحة يتم ملاحظة أنه يلاحظ أنها تبدو وكأنها مصدر إضاءة بحد ذاتها. وبالطبع فإن أشعة الضوء تكون منحنية على هيئة أجزاء من دائرة تتسع كلما ابتعدنا عن المصدر، وفي حالة وجود فتحتين متجاورتين كل منهما تتصرف وكأنها مصدر ضوئي مستقل. هذا يعني أن الضوء الخارج منهما سوف يتداخل ليعطي المحصلة عند أي نقطة نختارها. فإذا تم وضع حائل شاشة على مسافة معينة من الفتحتين فإننا سنشاهد مناطق مضيئة وأخرى معتمة على الحائل كما هو موضح بالشكل. نفاذية الضوء: من المعروف أن الضوء يمر خلال الأوساط المنفذة كالزجاج والماء والنحديد وغيرها، وإن كان طبعا بطبيعة الحال هذه النفاذية بتكون أقل من سرعة الضوء في الفراغ. يعني سرعة الضوء في الفراغ بتكون أسرع من اللي هو سرعة مرور الضوء خلال الأوساط المنفذة أو الليلية كالزجاج والماء وبعض اللي هو أنواع المحاليل. وطبعا السبب في ذلك هو النقص في سرعة هذه النفاذية، طبعا راجعة لطبيعة اللي هو الوسط. أوكي، هذا الكلام طبعا يطبق على جهاز اللي هو الكلر ميتر أو السبكترو فوتوميتر اللي احنا بنقيس فيه اللي هو ما يعرف بالامتصاصية، امتصاص الضوء خلال اختراقه للمحاليل بتاعتنا لما بنقيس اللي هو تركيز العنصر داخل هذه المحاليل. احنا طبيعة الحال بنحضر اللي هو المحلول القياسي، بنحضر العينة بتاعتنا، بنضعها طبعا. شنو يعني احنا مش قاعدين نقرا في الكلام هذا اللي مجرد انه بس انه تعريفات نحفظون وخلاص، لا، عشان اللي هي المواضيع اللي احنا متعرض لها في المحاضرات القادمة، في بعض المحاضرات اللي حي بهمنا فيها اللي هو دراسة هذا الكلام. فهنا بهم زي ما قلنا او اسلفنا، قلنا طبعا اللي هو نفاذية الضوء بتهمنا في اللي هو جهاز سبكتروفوتوميتر او جهاز الكلر ميتر لما احنا نتحدث عن الضوء اللي بمر من خلال اللي هو البلانك ومن خلال اللي هو المحلول القياسي او الستاندرد سولوشن او من خلال محلول اللي هو العينة. هناك جزء من هذا الضوء طبعا حيحجب داخل هذه العينة وبنسميه نقول عليه في هذه الحالة انه حصل امتصاص لهذا الضوء، اي ان بمعنى اخر ان كمية الضوء اللي دخلت الى العينة بتاعتنا مش نفس الكمية اللي خرجت من اللي هو العينة. اوكي، فهنا في جزء تم امتصاصه خلال العينة بتاعتنا، فهو هذا اللي احنا بنشتغل عليه وبنسميه الابزوربشن او بنسميه الامتصاص. بنرجع مرة ثانية نقول انه الضوء يمر خلال الاوساط المنفذة كالزجاج والماء والمحاليل وغيرها، وطبعا السرعة تختلف اللي هو اعتمادا على طبيعة الوسط اللي اخترقه اللي هو الضوء. نعم، وعدد الجزيئات أيضا اللي بيحتويها اللي هو لكل سنتيمتر مكعب. مختلف الأوساط طبعا تحتوي على كم كبير من الإلكترونات أيضا اللي يحدث بينها أو بين المجال الكهربائي في الأشعة نوع من التفاعل بسبب اللي هو نقص في سرعة اللي هو الضوء. طبعا يمكن ما تعريف ثابت يعرف، أو ممكن نعرف الكلام هذا نقول عليه اللي هو معامل الانكسار. يعرف معامل الانكسار للوسط على أنه هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في ذلك اللي هو الوسط. الانعكاس والانكسار طبعا من خصائص الضوء المعروفة اللي هو الانعكاس، الضوء لما يسقط على سطح عاكس كالمرآة أو الزجاج أو أي أجسام عاكسة أخرى. طبعا هناك انعكاسات أخرى تحدث عندما يسقط الضوء بشكل عمودي على الخلية اللي تحتوي على المادة اللي احنا مراد تحليلها أو الكشف على العناصر اللي موجودة فيها. بتم انعكاس جزء من هذا الشعاع كلما صادف وسط يختلف اللي هو في معامل الانكسار. على سبيل المثال بينعكس جزء من الضوء الساقط من الهواء على الزجاج أو على مادة الكوارتس المصنعة منها بعض اللي هو الخلايا اللي بنسميها اللي هي الميجرينج سيل اللي بنقيس فيها اللي هو نضع فيها المحاليل بتاعتنا واللي هو أو ما تسمى بالكيوبيت بنسميها.
الكيوبيت أو الكونتينر اللي بنضع فيه اللي هو العينات بتاعتنا، لما نضعها في جهاز لم يسقط عليها اللي هو ضوء يحصل لها اللي هو انعكاس. طبعا ينعكس جزء من هذا الشعاع لما بيواجه المحلول، وجزء آخر بيحصل انعكاس لما يواجه اللي هو الزجاج واللي مصنوعة من هذه الخلية، والجزء الرابع عندما يواجه اللي هو الهواء. تشتت الضوء طبعا أيضا من خصائص الضوء ما يعرف بالتشتت، لما يحدث اصطدام الضوء بالأجسام المختلفة. وعندنا 4 أنواع من التشتت. أول نوع بسموه هو تشتت ريلي، وهو تشتت الضوء لما يصطدم بجزيئات صغيرة جدا، هذه الجزيئات بتكون أصغر من الطول الموجي للضوء. ومن أمثلة تشتت الضوء الأزرق لما يصطدم بجزيئات الغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي، حيث يحصل اللي هو بتناسب التشتت عكسيا مع اللي هو الويف لينث أو ما يعرف بالطول الموجي. تشتت مي يحدث هذا النوع من التشتت لما يكون الطول الموجي للشعاع أو ساقط مساوي تقريبا لقطر الجزيئات التي يصطدم بها. ومن أمثلة الكلام هذا هي اصطدام اللي هو أشعة الشمس بقطرات الماء الصغيرة اللي محمولة في اللي هو الغيوم، ما يؤدي إلى ظهور لون الغيوم باللون الأبيض. والظاهرة الثالثة اللي ظهر تاندول لما يسقط، طبعا هذه المهمة بالنسبة لنا مختبريا أو في المعامل، لما يسقط اللي هو الشعاع على جزيئات أكبر بكثير من الطول الموجي للشعاع، اللي يحدث هنا أن الشعاع الساقط يحصل له تشتت في جميع الاتجاهات. ومن أمثلة ذلك اللي هو لما يسقط الشعاع الضوئي المرئي على محلول بيحتوي على جزيئات البروتين على سبيل المثال، فيحدث اللي هو مرور اللي هو الشعاع داخل المحلول يتلون بلون اللي هو الشعاع، يبقى هنا لون المحلول ياخذ لون الشعاع نتيجة للتشتت اللي حدث للضوء داخل اللي هو المحلول. وهذا الكلام زي ما قلنا يستخدم في الكشف عن وجود اللي هو العناصر أو الجسيمات أو الأجسام اللي احنا بنكشف عليها داخل اللي هو المحاليل بتاعتنا، واللي بنقدرها أو بنقيسها باللي هو بالمايكرومترات. اكتب نبذة عن تقسيم الكيمياء التحليلية، وتكلم عن الأشعة الكهرومغناطيسية وخصائصها.